داخل مدرسة الشطب الميكانيكية بنين المطلة على شارع قناة السويس بالإسكندرية، تتزايد مخاوف العاملين بالمدرسة ومديرها من حدوث كارثة تهدد حياة الطلاب والمارة بسبب تصدع إحدى المباني داخل المدرسة والذي يطلق عليه مبنى الكهرباء. المبنى دوت كان من حوالي مدة 5 سنين ظهر فيه تشققات، كان قبليها حصل ان هم جم رمموها، بس طبعا الترميم كانش على الوجه الاكمل يعني، فظهرت التشققات دوت عشان موجود في دوره ميه باسفل المبنى ادت لهبوط الارض، فالعمدان اتشقق. المهم تم تبليغ هيئه الابنيه اللي هي المسؤوله عن تنفيذ الصيانات للمباني ووزاره التربيه والتعليم. طبعا يعني هو ورق لما بيتحرك انا ابعت يوم هنيجي، انا ابعت يوم هنيجي، الكلام ده بقاله 5 سنين، لدرجه ان مره في لجنه من ولجنه وزير من القاهره اصل يعني انا اشتكيت برضه في اللجنه، اللجنه بعتت برضه استعجال لاسكندريه وكانت وزاره اسكندريه للسؤال هيئه الابنيه، جم برضه مروا وبرضه كتبوا ورق وما تمش اي حاجه لحد النهارده. بالنسبه للمبنى اللي هو المطل على شارع السويس ده، المبنى ده كان من 2007 عامل بعض التشققات، فارسلوا الى هيئه الاجهزه التعليميه وقاموا بعمل محاره للاجزاء المشققه فقط. ايوه ثاني عشان في حين ان الاجزاء التي كانت اي اسقوط كانت تحتاج الى حمصان خرسانيه ولم يقم احد بشيء، ومع اعتماد الوقت سقطت اشياء كبيره واجزاء كبيره من المبنى لدرجه ان جزء كبير انهال على شارع قناه السويس. وبين وقت والتاني المبنى ده مطل على رصيف في شارع قناه السويس بتتساقط منه المحاره على الماره اللي ماشيين على الرصيف اكثر من مره، وبرضه كل مره ابعت جواب لهيئه الابنيه ولم يبدي هذا الامر شيء حتى الان، وكل مره يقولوا ان احنا عملنا مقايسه ودخلنا المقايسه عشان المقاول ونبداه بالصيانه، الكلام ده بقاله 5 سنين. طول العمارة قال لك اذا اتكرر نفس الشيء في نفس المكان يبقى اذا المبنى متصدع. هنا عاليه هنا واطيه، يعني معنى كده الكاميرا ريحت الحته دي كده، بس يعني ده مش من المباني القديمه اللي في مدرسه محمد علي زغلول الميكانيكيه، لان المدرسه محمد علي كانت تنقسم الى كانت مدرسه واحده الاول ثم انقسمت الى ميكانيكيه وزغلوفيه، فاحتفظوا هم بالاسم وخلونا احنا مدرسه الشطب الميكانيكيه. فالمبنى ده مثلا حوالي اكثر من 20 سنه امر السيد الوزير بفتح موقع على الانترنت لتسجيل العيوب الفادحه بالمدارس، فتم تسجيل ان هناك المبنى المطل على شارع قناه السويس تشققات تؤدي الى سقوط المبنى ولم يتم اي شيء في هذا الموضوع. انا نزلت لك على النت ان انا عندي مبنى هيقع على الطلبه وعلى المدرسين وفي اسفله دوره ميه، دوره ميه يعني ايه؟ يعني في الفسحه في مثلا 1000 طالب بيخشوا جوه، لو انهار عليهم المبنى هيقولوا مين؟ مدير المدرسه المسؤول عن هذا. وطبعا فلوس ان احنا بنقول مقايسه بعد كده تعرضت على وكاله الوزاره باسكندريه، وانا اسمع ان انا شطبت من ايه؟ من تنفيذ الصيانه اللي هي في السنه دي، السنه اللي بعديها نفس الكلام، السنه اللي بعديها نفس الكلام. طبعا احنا في مصر لازم مصيبه تحصل عشان يبقى ايه؟ يبداوا يعملوا حاجه، حتى الان لم يتم فعل اي شيء.